ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال با لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج في قرا ولدي في كندا حتى تولي 4 سنين حتى تدوز 4 سنين دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون ولا بغيت تقرا القانون خصك 19 في المعدل راه الانسان ما فيه عظم كم وزن كلامك الا عاد غادي تتكلم وخاصك تتكلم وتعرف كيفاش تخاطب المغاربه انا لاباس عليا ولدي قريته في كندا وعنده جوج الاجازات والاجازات اللي عندنا احنا هنايا ودبلوم الدراسات العليا والماستر والدكتوراه اللي عند عباد الله يعني شنو هي والله الا كلام غير مسؤول وراه كيحبط من العزيمه ديال مجموعه من ابناء المواطنين المغاربه اللي ما عندهم فلوس واللي كيقراو في المدرسه العموميه والجامعه المغربيه اللي عطات اجيال وكتعطي مازال ونحن كنفتخروا ان كننتموا لهذه الجامعه وجزء من هذه الجامعه والله العظيم وما غاديش نقولها لكم نكته اقسم لكم بالله العلي العظيم الا اعرف اساتذه دكاتره ويدرسون في الجامعه كاساتذه عرضيين وسقطوا ويقولوا المسطره الجنائيه يطلعي نزلوا ولا نطلعوا عندك ويقولوا التجاري ويقولوا المدني ويقولوا الاداري يعني انا هنا واثق من كفاءتهم كما انا واثق من كفاءه العديد من الطلبه والطالبات اللي درسناهم على مدار 20 سنه داخل الجامعه واللي سولت فيهم وقال لي ما نجح وكان هاد الناس هادو كلهم ما نعرفش شوقع لهم تبلوكاو في هاد الامتحان ينجحوا في جميع الامتحانات جاوا حتى المحاماه وسبحان الله سبحان الله انا اليوم تيرا كنتكلموا على واحد المفهوم ديال خاصه المحاماه ديال التوريث ديال المهنه واش غير اللي في مهنه يورث لولده واش غير اللي في مهنه ضروري ندوزها ودابا راه حتى راه ما شوف راه كنتاخذوا النخب السياسيه كنتاخذوها وكنضلوا نتاخذوا فيها وكنقولوا التوريث كاين في المجالس المنتخبه وكاين عندنا في البرلمان وكاين عندنا في مجموعه من المجالس اليوم ينتقل ينتقل بشكل مفج ومفضوح احنا راه لا نتهم احدا ولا نشكك في نزاهه احد ولكن كنقولوا على انه هذه المباراه اللي تقدم لها 70,000 من حاملي مجموعه من الشواهد من الجامعات المغربيه ومن اولاد الشعب المغربي ونجحت منهم 800 ومن بعد طلعتها 2000 في خرق سافر للقانون على اي بناء على ماذا بناء على اي معايير نجحت 800 اللي عندها الاستحقاق تنجح شويه ولات 2000 كيفاش درتوا لها اذا هناك خلل ما وكنقولها وكنأكدها احنا لا نتهم احدا ولكننا نتساءل مع المتسائلين نتساءل عن المتسائلين احنا والله العظيم لا كيبقى فينا هذا الشيء الذي يقع في وطننا من فضيحه التذاكر في المونديال الى الانجاز الكبير اللي حقه المنتخب المغربي في كاس العالم الى الانتكاسه اليوماتيه مع نهايه 2022 كنخدموها كنختموها بهذا الاشكال هذا اللي مطروح اليوم للنقاش العمومي واللي الوزير يتحمل منه جزء كبير على الاقل سيدي ما تتكلم وما تقول ولدي يقرا في كندا ولا تقول انا لاباس عليا بدير بيان توضيحي من الوزاره وكفى الله المؤمنين القتال ولكن باش تخرج وتتكلم راه كنقولها لك راه تزيد الطين بله وراك تزيد انا تصريح انا نقولها لك مع كامل الاحترام والتقدير بالنسبه لي انا تصريح مستفز يعني انك تقول لي ما عنده الفلوس ما يقرا اللي ما قرا في كندا ما ينجح يا سيدي من حقه ولا كينجح من حق اولاد جميع السياسيين وغيرهم والمسؤولين ينجحوا احنا ما قلنا حتى شي حاجه اذا كانوا يستحقون واذا كان بالكفاءه ديال ولكن بالمقابل يجب ان نصادر حق ابناء الشعب اللي ما عندهم لا باك صاحبي ولا عندهم من تدخل لهم ولا قراو في كندا ولا قراو في سويسرا ولا قراو في فرنسا ولا هم اللي يقدروا يقراو فيها لا نحن ولا هما وتجي وتهضر هذه الهضره هذه راه تبرر ما لا يبرر راه تبرر ما لا يبرر الحقيقه راه انا اعجز عن الكلام كما كيقولوا التوانسه تحب تفهم الدوخ راه عينا ما نفهموا مجموعه من التصريحات مجموعه من الحوايج اللي تقال في مجموعه من المجالات وعينا نسرطوها ونشربوها مع كاس من الماء ولكن حتى الهادي والله هنا ما بقات تسرط ليا اذا احنا راه اليوم تيا كنطالبوا باعاده النظر في مجموعه من الامور اللي خرجت عن السياق ديالها وكنقولوا لهاد المسؤولين والوزراء ديالنا راه عندكم واجب التحفظ راه على الاقل حتى لما حققتوا شي حاجه غير عاونونا غير بالسكات عاونونا غير بالسكات الله يهديكم راه هذا الوطن يحتاج الى من يخدموه ويحتاج الى من يهز به ماشي اللي حطمه واللي ينهيه